الشارقة حكاية من الإبداع الفكري والعلمي، تتألق فيها مجموعة من أبرز الجامعات في الدولة، ويسطع في سمائها نور العلم. يعود تاريخ الاستقرار السكاني فيها إلى 6000 سنة مضت، حيث كان يطلق عليها الساركوا، ويعمل سكانها في التجارة البحرية بالإضافة إلى الزراعة وصيد الأسماك والغوص بحثاً عن اللؤلؤ. يمتد ساحل الشارقة على الخليج العربي مسافة 20 كيلومتراً، مما أكسبها موقعاً وإطلالة خلابة ومميزة تزيد من جمالها جمالاً. مجموعة رائعة من المتاحف تزين ربوع الشارقة، وتمثل منارات إشراق علمي وفكري تحكي تاريخ الشارقة، من أبرزها متحف المحطة، متحف التاريخ الإسلامي، وغيرها من المتاحف التي أضحت قبلة للزوار والسياح.